اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نتحول مع زميل العزيز صلاح عوده من استاد الاسكندريه قبل انطلاق هذه المباراه الاتحاد وبيرمرز ليخبرنا عن الجديد عن هذه المباراه، مباراه مؤجله من الاسبوع الثامن عشر. زميلي صلاح لك الكلمه، تفضل. تحياتي لك زميل العزيز تامر صقر من استاد الاسكندريه. مباراه الست نقاط بين الاتحاد وبيراميدز، مباراه مهمه للفريقين. خلينا لك فريق نادي الاتحاد بعد الهزيمه الاخيره من دجله والخروج من كاس مصر، يمكن كان في قرار من الكابتن حسام حسن بالتدريب في نهار رمضان في ثاني يوم المباراه، وكان هناك اجتماع للجهاز الفني واللاعبين على الفطار والمجلس الاداره بدعوه من رئيس مجلس الاداره الاستاذ محمد مصلحي، جمع اللاعبين لم شمل الفريق قبل هذه المواجهه الهامه. الفريق خاض مباراتين وديتين امام فريق الامل بنادي الاتحاد الاسكندري، فاز فيها الاولى 4-2 وفاز في المباراة الثانية 6-0 لصالح الفريق الأول. خلي بالك أيضا يمكن الكابتن حسام حسن النهارده يعني بعد عودة مهمة للكابتن خالد قمر يعني لعد صفوف الفريق ودخل معسكر المباراة بعد عفو كابتن حسام حسن عنه، بينما يغيب عن هذا اللقاء عماد السيد لاستمرار استبعاده، ويغيب أيضا محمود رزق لإيقاف ثلاث إنذارات. نادي الاتحاد هيرتدي الزي الأبيض والشرطة الأخضر في هذا اللقاء. على الجانب الآخر فريق بيراميدز المجهد يعني بشكل كبير جدا بعد الفوز الافريقي والتاهل الى ربع النهائي بطوله الكونفدراليه الافريقيه، يمكن فريق اتضرب في استاد الدفاع الجوي الامس ووصل للاسكندريه بالامس، بيغيب عن صفوفه غياب علي جبر للاصابه، ويغيب ايضا المهدي سليمان للايقاف الفني من قبل الجهاز الفني. يمكن المدير الفني لفريق بيراميدز خفف الحمل التدريبي، يعني الاجهاد كان صعب جدا على فريق بيراميدز اللي وصل من يومين فقط من خارج مصر ودرب تدريب وحيد ووصل للقاهره وعنده مباراه من الاربع ايضا في بطوله الكونفدراليه الافريقيه. دي كانت كواليس واخبار بيراميدز والاتحاد او الاتحاد وبيراميدز من استاد الاسكندريه. عوده ليك زميلي العزيز تامر صقر مره اخرى لاستاد مصر.